بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. leo insha Allah ta'ala mwezi 29 Muharram 1440 tutakifungua kitabu ahkamu aljanaiz wa bid'ahuha, kitabu kinachohusu hukumu mbali mbali za mazishi na yale ya uzushi yanayofanyika katika mazishi. Kitabu cha mwanawazuoni al-Allama al-Fahama muhaddithul asri Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn al-Haj الألباني رحمه الله تعالى ومتع به. حتوتو زمم زمينجي جو يا مؤلف وسبابو يا كولي كجولي كانكواكي كوميتو شليزا عن التعريف. Hivyo moja kwa moja tutaanza ufunguzi wa hiki kitabu kwa kusoma mukaddima, na baada ya mukaddima insha Allah ta'ala tutaangalia wakati vipi utaturuhusu, kwa sababu leo nilipenda hivi ni siku tu ya ufunguzi wa hiki kitabu insha Allah ta'ala. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala katika mukaddima wa chapa mpya, bismillahir rahmanir rahim, mukaddima at-tab'ati al-jadida. هو مقدمة وشافة إمكيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أميانزنا مقدمة أو خطبة الحاجة أو مقدمة الحاجة أما لسنة كتك خطبة مناسبة بالمبالي ونمتمي عليه الصلاة والسلام ولقوة كتمية مقدمه. نشيخ رحمه الله تعالى أنا يرسال إكيهوس خطبة الحاجة أنا يرسال ميانيك شيخ رحمه الله يعني شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كغصه خطبة الحاجة نمت مزياك. وانزلنا بسم الله الرحمن الرحيم هل لنا يلويك وطلاب العلم ونيني يمي انزلنا بسم الله الرحمن الرحيم نهاية وزمومزة سانة كتك مناسبة مبالي مبالي وفنقوز وفتاب كتك هايو أمي انزلنا بسم الله الرحمن الرحيم ويقى أسلوبه وواندشي وبنى متومي صلى الله عليه وسلم كتك رسائل زاكي زا دعوة. متومي عليه الصلاة والسلام ولكوا كيانديك رسالة يدعوة ولنغنيوات ولكوا كيانديك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى أو إلى هرقل عظيم الروم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك
إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله مكمشو ورسائل زاكي عليه الصلاة والسلام. كيو كويغا وانديش ومتومي صلى الله عليه وسلم لكن كذلك كويغا كويغا أسلوب ليتميك كوانديك وكتاب شاء الله القرآن القرآن سورة يقوانزك القرآن إلي سورة أمبوهيتو أم الكتاب أم الكتاب لسورة الفاتحة na suratul fatiha kiuandishi imetangulizwa kuwekewa bismillahir rahmani arrahim na ikhtilafu zilizopo juu ya bismillah katika suratul fatiha je ni aya katika sura hiyo au si aya katika sura hiyo lakini pamoja na yote hayo imeanzwa bismillahir rahmanir rahim katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala amma ba'd anasema rahimahullah amma baada ya liyokushapita فهذه طبعة جديدة من كتاب نافع إن شاء الله هي نشافة مكيا كتك كتاب تشانغو أمباتو كنا نفايشا إن شاء الله ألتوكيت أحكام الجنائز بحلة جديدة كمكوديا وبامبو ديبيا وثوب قشيب ننغو كذلك يني صورة يني مفوتو يسر الناظرين وفرهشا ولي وينك كتزاما ويفيد الباحثين ما كتبهيك كنا وفايدة وبكوزي ونوبكوا مسائل ينا يهوس مسألة يمزيشنا من جنيه وينفع الطالبين ناهو نفايشا ونفونزي وتفتاجي وفي هذه الطبعة تغيرات وزيادات لا بد من بيانها na katika chapa hii taghyiratun kuna mabadiliko wa ziyadatun na mambo ya ziada la budda min bayaniha lazima kuyabainisha wa taarifi alqurra'i biha na kuwajuza wasomaji kuhusiana na hayo mabadiliko na hizo ziada watatalakhasu fima yali kufupika maelezo yake kwa haya yafuatayo moja زيادة بعض الفوائد الفقهية والحديثية كنا زيادة زباذية فايدة زكي فقهي نزكي حديثي كتك شفهي وكتوى كتك شفة زلزو زلزو تنقلية فايدة لبيلي نقل كثير من الحواشي إلى صلب الكتاب حتى تتصل أفكار القارئ وتتسلسل نقل كثير من الحواشي إلى صلب الكتاب تمنقول تمهمشا حواشي نينجي كتك الحواشي حواشي منين ومقام بحوجة چيني إلى صلب الكتاب تمهويكا كتك كيني چا كتاب نمغنغوك يعني تمهزويكا حواشي داني كتاب بدالة قوة تمهزويكا چيني كبسا هكو زكي ففنوا أو زكي شريشا تمهزويكا حواشي داني كتاب حتى تتصل أفكار القارئ مبكا أو لنغو تتصل قارئ فكرة زمصماجي ينقصوم كتاب زيونغانيكي وتتسلسل زيونغانيكي تسلسل اتصال هبا هو نمانا موجة إلي زيونغانيكي فكرة زمصماجي ينقصوم نصوم هصومي هبا كهاتشا كيشا كنغاليا چيني نصوم موجة فموجة wewe inakuwa moja kutoka kwa mbili mbili kutoka kwa tatu tatu kutoka kwa nne tumeelewana kusudio lake eh طيب la tatu al-inayatu bi dhabti al-kitab kalimatihi wa hurufihi tumejali kukidhibiti kitabu katika maneno yake na herufi zake la nne tashihu ba'd al-mawadhi' tumesahihisha baadhi ya maeneo التي وقع لي فيها هنات تصحيح بعض المواضع وسهيش بعض ما ينو التي وقع لي فيها هنات ما ينو أمبايو ميمي لمباتيكانا كتوكا كوانغو كتكا ما ينو هايو هنات بعض يبارة أمبازو سنزوري بعض يبارة أمبازو سنزوري أو بعض يفيتو أمبازو كوانبا يستقبح ذكره هنات نكتو كبايا
لكن هانات كذلك إنما أنا ما يستقبح ذكره أمام الناس كيتو أمباتشو كتاجا مبيلي زواتو هكي بندزي كتاجا مبيلي زواتو لكن الشيخ أنا قصدية باذي ما قوسا سيو قم بلابدو كنا ماتوسي أمبا أميطوع. ثم تنبهت لها كشا نكتنبهي كنايو أو نبهت إليها أو نكتنبهيشوا كوسيانا نهايو نكافوتا nimefuta au nimesahihisha baadhi ya maeneo ambayo nimekwenda kimakosa nikatanabahi mimi mwenyewe au nikatanabahishwa tumesahihisha maeneo hayo. Sunu faharisa ilmiyatin tuqaribu alfaidata lilqari, utengeneza faharis za kiilmu. Faharis wingi wa neno faharas maana yake ni nini? Ni kule kukipangilia kitabu ukakiwekea unwani kadhalika ukakiwekea alfusul, milango, mlango huu kisha mlango huu, unwani zake, na ili upate kiurahisi nafungua kwenye faharis kuangalia unwani, nataka mlango gani, ukurasa gani, namba gani, anakusudia hivyo. Kwa hiyo tumetengeneza faharis ilmiya ya kiilmu, tukaribu alfaidata, lengo ni kukaribisha faida kwa msomaji. Msomaji anapopitia kutaka kusoma kitabu anaangalia kwenye faharis, lakini pia humsahalishia kuliko kupekua ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa 200 au 340 na ngapi katika masala ambayo kwamba anatafuta yeye, anaangalia tu kwenye faharis, nahitaji mlango huu ni ukurasa 71. Kwa hiyo inamrahisishia yeye kupekua yale masala ambayo kwamba ana ya kusudia. Watuyassiru al-istifada, na huwepesisha faida, min abhathi al-kitabi wa masaili, katika kupekua kitabu na kutafuta masala yake. Ila ghairi dhalika min fawaida zawaida, na yasiyo kuwa hayo katika mambo yenye faida zilizozidi. Tatahilu biha al-uyun, jicho taktahidu biha luuni, macho anakusudia kusifia faharis kwamba macho yanapakika yana wanja, lakini sio kusudia kwamba macho upakwa wanja. Faharis zilizokuwepo alizoziandika jicho hufurahishwa macho, hupendezeshwa macho, ndio maana yake, sababu alkuhul ni wanja. Kwa hiyo ukisema macho hupakwa wanja kupitia faharis, hana maana kwamba macho, ukisoma faharis hii aliyoandika Sheikh rahmatullahi alayhi, kwamba macho yako pale pale itakuwa imeingia wanja. Kupendezesha macho faharis hii kwa yule ambaye kwamba anataka kusoma. Watufidu minha al-adhhanu wal-uqul, na faharis zake zinafidisha bongo na akili. Al-adhhan wingi wa neno dhihn, والعقول وينجو نينو عقل. وتفيد منها الأذهان, وفيديك بونغو والعقول ناكيلي كوبيتيا الفهارس الزوزويكا تنازويلكيزا بكوزي جو يهيكي كتابو نمسائل ياكي مبالي بس بونغو وفاتا استفادة وفايدي أكيلي نوبونغو وواتو كوبيتيا فهارس أمبازو مزويك. ناني كويلي baadhi ya wakati unapotaka kujua faida kwenye kitabu fulani, soma faharis zake peke yake, utajua kwamba hiki kitabu kina yale ambayo kwamba ninahitajia, au kitabu hiki kina ilmu, au kitabu hiki kina kadha, kupitia yale yaliyomo. Wa mimma la yutabata'u fi dhikrihi, na miongoni mwa mambo kwamba hayapendezi kucheleweshwa katika kuyataja kwake, anna hadhihi at-tab'a ala hadhihi as-sura, ni kwamba chapa hii kwa muonekano huu, wa bihadhihi ziyadati, na kwa ziada hizi zilizozidi, kwa yale yaliyozidi katika hiki kitabu, nasikhatun litabaati sabiqati kulliha, nasikhatun, chapa hii nasikhatun, ni yenye kufuta, imefuta chapa hii, litabaati sabiqati kulliha, chapa zote zilizotangulia. Kwa chapa hii ni nasikh, na chapa kabla ya hii zote ni mansuha, chapa kabla ya hii zote ni mansuha. Tumeelewana hapa?
وهي حق خالص لمكتبة المعارف الرياض. نهي نحكي هيك كتاب نشقهي أو هيك كتاب حق خالص نحكي هليسي لمكتبة المعارف ومكتبة ينويت المعارف إليوكو كل رياضي سعودية عربية وانليو وين حكي نهي نهيك كتاب ومقبليان وليقبليان شيخنا واو تفهمينا بزوري. طيب ليس لأحد منافسته فيها هنا رؤوس يوتي كنزانا نايو مكتبة هيو وما نيتك كتوه نيتك كتابيشي هي حكي يا مكتبة المعارف واو انليو وين حكي يا كتابيشا kopi zimekwisha, chapa zimekwisha, wao watafyatua nyingine. Hana haki mtu yeyote kukifyatua hiki kitabu. Saddada Allahu khutana, Allah azimarishe hatua zetu ila alhaqi, kuelekea katika haki, wa bilhaqi, na azimarishe kwa haki, azielekeze katika haki na kuzielekeza katika haki iwe ni kwa haki. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مش ومماليزية من هناك هاي وكفارة المجلس كفارة المجلس أما ينديك من هناك هاي تاريه ميلي ميزوان موك الف موجة ميننا كومنا ميلي كون موك الف موجة ميننا أربعيني محمد ناصر الدين الألباني.